يلا امي كفي دراستك واكتبي وظائفك، انا قايمه خلص البيت عندي شغل كثير المعلم بده ياني. ماشي ماما، حفظت القصه. كل شوي رح تدقي لي تطمني علي وما افتح الباب لحدا وما شعل الغاز، واذا صار اي شيء فورا حاكي. عبير شو صاير لك اليوم؟ ماما كل يوم بتقولي لي نفس الحكي، كل يوم. ليش مو كله مشانك؟ انا بدي اياكي تكوني احسن بنت بالعالم. بدي اياكي تبقي جنبي ومعي. الليل مو حلو وانتي بعيدة عني.